الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة، أهلا وسهلا بحضرتك معانا، سعداء بوجودك في هذا البرنامج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ هاني. أنا يعني هسألك كده في الأول، أول ما ظهرت في الحياة الفنية المصرية ناس كتير افتكروك خواجة، ملامح أجنبية، عينين زرقاء، بتشتغل في فرقة اسمها لبتيشا، القطط الصغار، وبعدين اكتشفنا أنك تقريبا فلاح. أنت من وسط الدلتا، من طنطا، مظبوط، السيد البدوي والنقشبندي إيه التركيبة دي؟ تركيبة جميلة على كل. لما كنا فرقة غربي أنا ما كنتش مشهور. أنا ما اشتهرتش غير لما عملت فرقة المصريين أو الحكاية دي. أيوة. لكن إحنا في الفتيشة كنا بنلعب كفرز، ما كناش بنلعب حاجة بتاعتنا. يعني فرنساوي، إنجليزي، أسباني، واتفر. حتى أفريكان كان في أغنية مشهورة اسمها باتسي باتا باتا، عملتها واحدة اسمها مريم مكيبة. احنا كنا هو اللي ناجح، اللي ناجح بنعمله. ايوه. بس بيني وبينك حضرتك دي كانت أحسن فترة سعيدة بالنسبة لي، لأن كان عندي إيه؟ كان أصحابي بقى عمر خورشيد الله يرحمه جيتاريست، عمر خيرت درامز، وجدي فرانسيس مطرب فرنساوي، صبحي بدير مطرب انجليزي، يعني بينو فارس، يعني كان شله حلوه قوي. ايوه. وكنا كلنا صغيرين قوي. بعد كده بقى لما جه الاستاذ نجيب محفوظ ما كانش اياميها عالمي. لكن قبل بقى ما قابلت الاستاذ نجيب محفوظ وكان له يعني شيء هام جدا في حياتك، لكن في هذه الفتره الاولى في طنطا ومع كل هذه الـ يعني الـ المنابع الـ اساسا فيها جزء ديني وفيها جزء مصري جدا، وام في البيت بتضرب بيانو، صح، واحيانا عود. ده انت عندك، ما انا مذاكره برضه. برافو عليك، برافو عليك. يعني التركيبه كانت شديده المصريه. شوف حضرتك، احنا بعد صلاه التراويح في رمضان نطلع نقعد على الارض نسمع الشيخ النقشبندي ما يطلع علينا بقى صوت من السماء. بس انا تعرضت لحاجات كتير. اختي كانت في الامريكان ميشن سكول وكانت بتسمع ات يور ريكويست اللي كان بيقدمه، انا مش هبقى فاكر، سيمز الله او اليك مجلي او أيوه. الجهاب ده، وتسمع البرنامج اوبي، فتعرضت للاغنيه الغربيه. اتنين، كنا بنروح الموالد ونشوف الغوازي. والغوازي كانوا يعملوا ايه؟ الاغاني المشهوره يغيروا شويه في الكلام بتاعها. يعني مثلا واحده تغني وترقص تقول ما اقدرش احب اتنين عشان ماليش قلبين، النبي جوه في قلبي والتاني اجيب له القلب منين؟ يعني تغير في كلمات الاغنيه. فمن زائد بقى ان عندي اصحاب يطلعوا عربياتهم على طريق اسمه المعاهده يجيبوا الاف ام بتاع اليونان، مش عارف ايه. فكنا هوايه الموسيقى جامده جدا، بس انا كنت هاوي بس. بس حضرتك بقى كل ما كنت اجي اغني امي تقول لي بس صوتك نشاز، وهي عندها حق طبعا. والحقيقه ان انا دخلت سنه اولى كليه التربيه الموسيقيه، ايوه، وهي اتوفت في السنه دي، فهي ما شافتنيش ناجح ولا عرفت ان انا تخصص تاني غير الغنى والعزف اللي هو التأليف الموسيقي. وحضرتك بقى جيت القاهرة وبدأت يبقى فيك لك علاقات حتى مع موسيقيين وأدباء،